الواحد بصراحه يفتخر في وجود دكتور كويتي بتخصص نادر واخذ هذه المهنه في جانب ومهنته الاخرى اللي هي تطوير مهنه الطب والاجهزه وشو ممكن الواحد يعني تخدمها الأجهزة في المجال الطبي اليوم راح يكون حوار جدا جميل مع البروفيسور البروفيسور الدكتور طارق اسنان مسيك بالخير حياك الله معانا استشاري الأشعة التداخلية وألام العمود الفقري في وزارة الصحة حياك الله معانا مساء وهلا فيك مساء حياك الله شرفتونا سلمك نورنا. سعيد وجودي معكم طول عمرك دكتور ومسي عليك بالخير واليوم لوك جديد السماعه <applause> نعم. معلقه وداش علينا الاستديو هذه السماعه هي رمز الاطباء دائما في على مستوى العالم واليوم وجودها عليك اتوقع هو افتخارك في هذه نا. المهنه. نعم اكيد اكيد. الطب آه ليست مهنه يعني دائما انا اقول لما المرضى يجون يقول لي آه كلمات يعني شويه ترفع حضرتك استاذ مم. بروفيسور آه احنا اقول له بالعكس هو اي واحد يدش مهنه الطب من الاساس آه، هذا بهنا للخدمه. صحيح. اوكي. مهن... مهنه ف... انسانيه بالدرجه الاولى. إيه انسانيه بس بالنهايه انت يعني مجال عشان تخدم الناس، اوكي؟ فانا اي مريض اقول له لا لا تقول لي انا بروفيسور انا مو اعلن لك ولا يعني عندي معلومات عشان اخدمك. مم. فبالنهايه الاطباء جميعا ومنهم انا سواء بروفيسور او تو بتخرج او اي مكانه هو خدام للمرضى، يخدم جميل. المرضى. بعلمه ووسائل اللي يعرفها. إذا قبل أن نبدي معاك يا دكتور خلنا نشوف هذا التقرير ونرجع لك تالي. عاشق للبحر، حداق شاطر وبالغوص محترف. اسم مهم جدا في مجال تطوير الطب وابتكار الاجهزه الحديثه. بروفيسور. ارتبط اسمه باسم الكويت في مجال الاختراعات وتطوير الأجهزة الطبية آخرها جهاز طبي جديد لعمليات توسعة ضيق القناة العصبية للعمود الفقري البروفيسور الدكتور طارق سنان استشاري الأشعة التداخلية وآلام العمود الفقري في وزارة الصحة آمن بأن مهنة الطب مو بس علاج المرضى فقط انما هي رساله للمساهمه في تطوير المهنه واستثمار الفكر والعلم والابتكار دكتور نبي نبتدي حوارنا معك في هذا النجاح الكبير والبصمة في المجال الطبي وابتكارك لهذا الجهاز جهاز توسعة طيق القنوات العصبية والقناة العصبية يعني هذا الإنجاز والابتكار الجميل اللي ما شاء الله أنت بيننا أنت فخور فيه <applause> آه شوفي يا أختي أنا أكره كلمة علي كلمة أنا اوكي يمكن يعني انا قاعد حق المعده قبل الهواء. المو... ما احب أن يعني ودي الموضوع ما يكون انه ما هو خصوصا عن دكتور طارق او كلمه انا او دكتور طارق شنو سوى. اوكي اذا بتكلم عن انجازات هذا م... ليست اول انجاز وليس اول ابتكار. اوكي ومو من عاداتي ان انا يعني لما اسوي شيء انه اقول انا ابتكرت او اعلنه او اخذ براءه اختراع او انشره. الهدف من الابتكارات او الاختراعات اللي عندي وهي عده هذا اخرها. هو كيف مساعدة المرضى عمل ورشات تعليمية لتعليم الأطباء الآخرين تدريب أطباء يوصلون نفس المرحلة في المجال اللي أنا وصلت له إنشاء جيل جديد لأن يعني ما يصير دكتور واحد أو جيل واحد لازم في جيل ثاني وجيل ثاني يعلم الجيل الثالث هذه الرسالة الثانية بالطب إحنا الرسالة الأولى أنك تخدم المرضى الرسالة الثانية أنك تنقل العلم اوكي، والرسالة الثالثة اللي كثير من مو كثير بعض من الأطباء يمكن نساها أن تطوير نفسك، اوكي، وتطوير ذاتك وتطوير مجالك، فمن هني الابتكار والإنجازات اللي تكلمين عنها هو أن لو بتوصلين مرحلة يعني ما يصير دكتور يروح دوام ويرد، ما يصير. صحيح. اوكي، لازم يطور نفسه خاصة هي... الطب تعرف. متطور جدا، الأمراض نعم. متطورة ويجب أن تطور أيضاً أدواتك مم. اللي اللي تعالج فيها هذه الامراض خلنا نتكلم عن الجهاز يعني اذا انا مثلا قاعد صممين اي انا ما ادري انا اسمع جهاز توسعه القناه العصبيه خرع الموضوع <applause> بسط الموضوع للمشاهد اليوم ترى يهمنا اليوم <applause> اختراع كويتي يهمنا نعرف مدى فعالية هذا الاختراع شو اللي يسوي شو اللي النقله النوعيه اللي سواها للطب بشكل عام <applause> اقول هو, هو آه كوني يعني تخصصي اللي هو الاشعه التداخليه هي باختصار استخدام الاجهزه المبسطه مم. واستخدام اي جهاز يساعدك على أن تشوف داخل الجسم بدون ما تسوي عمليه عشان توصل لمكان العلل وتعالجه. فهذه هي الاشعه التداخليه مم. من كثر ما تشتغل اوكي وتشارك زملائك لان كطبيب انت تقدم هذه الخدمه للجراحين صحيح. لازم تعرف شلون يسوون الجراحين، شنو المشاكل اللي عندهم، شو الصعوبات صح. شنو صعوبة المريض؟ يعني ليش شنو يعني ليش الناس تخاف من الجراحة؟ صحيح اوكي الجراحة ترى بسيطة خاصة لكن جراحة العمود الفقري تخوف نعم. إيه ما تخوف لكن الجراحة كبيرة آه. الشق عود المريض يتألم من قطع العضلات اللي يمكن للحين ما وصل الدكتور للمشكلة عجيب. يقعد على ما الجرح يطيب يبي له شهر اوكي الجرح لما يطيب ماكو جرح يطيب بدون ندب الندب هذا يسموه تليف والتليف قد يوصل للاعصاب ف طبيعة العمليات الجراحية بحد ذاتها يصاحبها مو مضاعفات يصاحبها مشاكل طبيعية ليس لها علاقة بالجراح أوكي. فموضوع الأشعة الداخلية هو ك... يعني تطور أنك توجد أسهل الطرق لاستبدال الجراحات ليس كل الجراحات الجراحات إذا أمكن اللي ف... نسميها المنظار منظار ميكروسكوب ليزر جهاز توسعه يعني آه هذه الفكره شلون يعني الفكره الآخر فكرتين أي. كثير من الناس لما يوصل مرحله في يعني كبير السن يختلف من شخص لاخر خلينا نقول من بعد عمر السبعين تلقى كل الناس محدبه صح, صح. وما تقدر تمشي مسافات م. هذا المرض يسمى ضيق قناه عبود الفقري ونوعين أو يا اما ضيق القنوات العصبيه او ضيق القناه الوسطى اوكي واحيانا يسمونها مرض الملوك لان تلاحظ في الملوك ورؤساء الدول لانه بعد ما يكبر بالسن يبتدي يحدب ويمشي بصعوبه واحيانا يحتاج كرسي او او تيمتدس. هذا هو مرض نتيجه ضيق يا قناه العصبيه يا ما القناه الوسطى ويعطي نفس الاعراض انه هو الام مشابهه لعرج اثناء المشي والحركه لما يقعد يرتاح فانا اي واحد عمره كبير ويدش علي يقول لي عندي عوار نازل على رجولي متى؟ انت قاعد ولا لما يمشي خلاص ادق ضيقنا ما له داعي لا رنين ولا اشعه ولا حتى فحص اعراض واضحه جدا واضح صحيح هو بس هناك درجات خفيف متوسط قوي مم. القوي لازم جراحه لا يمكن استبدالها لكن في السابق كان الخفيف والمتوسط يروح جرحة. جراحه لانه ما كان في حل مم. فهني بدات فكره ليش ما في حل اوكي فهني دخلت مع الجراحين عده عمليات شفت ايش قاعد يسوون يشق شق هالكبرى ويقعد ساعتين عشان يوصل وبعدين لما يوصل تحت يسوي بالدريل يوسع القناة يعني انت الحين سويت هذا كله عشان تدش دقيقتين وتخلص؟ اي اوكي وبالنص شو يسوي؟ يشق الشق الكبرى اوكي عشان يوصل تحت لما يوصل تحت يشيل الاربطه اللي ينتفهم يسحبهم. ويسحبهم يعني يرد يشق يخيط من داخل الطبقه الاولى والطبقه الثانيه والطبقه الثالثه والطبقه الرابعه. يأخذ وقت. يعني شيء منطقي ده شيء يعني ليش ما يكون في تيوب؟ طبعا هذه الفكره صغير يدخل اوكي بحيث في تيوبات بس تيوبات كبيره بحجم الجراحه وفيها كاميرا والجراح محتاج يشوف لان الجراح محتاج يشوف اللي عشان يقدر يشتغل صح احنا بشكل مو محتاجين احنا نعتمد على الاجهزه الالكترونيه وال, وال سونار مثلا السونار مثلا السونار يمكن نستخدم السونار في عده اشياء صحيح مقطعيه جهاز وانت تشتغل تشوف ال ايه ايه ما طالع مريض اه صحيح ولا ما تشوف اللي قدامك تشوف الشاشه تشتغل بالشاشه <applause> روبوتك ممكن تقول انت قاعد قاعد تشتغل على روبوت بس احس ب... الناس لو ت... لما تشرح لهم بالديتيلز بهالطريقه أن ترى في شيء احس ايمانهم في موضوع الجراحه اكبر من انه يكون جهاز صغير ولا تحس انه لا فرق معاهم لا لا بالعكس العكس صحيح الحين أه هذا الشيء لان دائما ال... يقولون نبي نطمن اكثر هذا <applause> <آآ تصفيق> اذا كان اذا عمر فوق السبعين 70 يعني لا لا بالعكس هناك مثلا شنو المشاكل الاخرى اللي تصاحب علاج هالمرضى اللي عمره 87 معظمهم عندهم شنو؟ ضغط قلب آآ سكر آآ عدم صعوبه في التنفس <applause> <applause> هذه الامراض ما يصير الا بعلاج الا ببنج كلي صحيح 50% <applause> <خمسين بالميمين تصفيق> منهم هو ما يتحمل ما يصير لهم ما يصير اذا ما يصير يسوي له بنج كلي وهو يحتاج عمليه كبيره شو تسوي؟ ماكو ما حل كثير من المرات الجراح يقول حق المريض ماكو ما حل على هالطاري دكتور حالك. نقدر نربط هذا الموضوع في موضوع ان عمليات خلينا نقول العمود الفقري صعبه ما تنجح الا بنسبه بسيطه لا, لا 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 ابدا ابدا عمليات العمود الفقري ناجحه حلو. وممتازه ونسبتها كبيره جدا هو فقط منطق ان انت عشان تشق هذا كله عشان تحل مشكله بسيطه حل المشكله سهل والجراحين يحلون المشكله بسهوله جدا هو ما بعد الجراحه ان الج... الجرح يسكر ولا ما يسكر ولا يلتهب ولا يصير ولا اللي عنده سكر يصير غرغرينه و... عشان الشيء مو عشان الجراح مو صح. عشان العله العله الجراح يقدر ياخذها بسهوله جدا ما فيها مشكله عشان الوسيله اللي بتوصل لها انت صحيح. الطريق طريق. فالطريق طويل اوكي صح اذا الفكره كلها الابتكار هذا إن شلون انت نفق؟ سويت نفق بالضبط هو بالضبط هو <applause> هو بس الله. الناس الحين ترى يعني انا اتكلم من واقع كامراه للحين في بنات يخافون مثلا من ابره الظهر كبنت في الولاده وغيرها ففكره ان ابره تخليل العمود الفقري ممكن ان هي تسبب ما لهم ابره ما هذا هذا مفهوم ثاني خطا في كثير مفاهيم خاطئه في عندنا في الكويت والوطن العربي في ان علاج مشاكل العمود الفقري أولا فكرة إنه والله دكتور طارق أو زملائي أو تلاميذي الحين يعني كلهم صاروا استشاريين ما شاء الله, الله. وايد ما شاء الله هذا شيء افتخر فيه صحيح. أوكي إنهم يعالجوا الإبر ما نعالج إحنا بل ما نطق إبر بالظهر ما 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 الجهاز ما الجهاز مو عبارة عن إبرة الجهاز عبارة عن تيوب بحجم القلم قلم أي قلم عندك م. تيوب أوكي تيوب هذا عشان دخله تحط اول شيء واير والواير بعد فوق تيوب اصغر اكبر شويه بعدين اكبر شويه ثلاث اربع تيوبات أها اخر تيوب حجم القلب ويشتغل الجراح لا انا اشتغل الجراح هذا آه اتكلم عن الابتكار <applause> اوكي الحين دخلته في مكان العله اي الجراح شلون شو شلون يقدر يدخل؟ ما يقدر يدخل داخل لازم يشوف انا ما احتاج اشوف انا الحين دخلت تيوبي بالضبط اوكي عندي على الشاشه اشوف التيوب <applause> وينه <applause> الى مكان الى العله اللي اعرفها وينها من الرنين المغناطيسي تمام. من البريط نفس الاجهزه مال الجراحين وين الابتكار مو هو يعني فكرة. تسهيل للعمليه نقدر نقول لا نفس الاجهزه بس تسهيل لها صنعناها برا بحجم اصغر بحيث ندش داخل القلب <applause> فنفس الجهاز نفسه هو هو حلو اوكي يمكن الجراح يمكن ي ي ي لما ي ي يقضب ولا يقص كمية كبيرة يمكن أنا أصغر بس أقعد أسوي نفس الشيء داخل التيوب بنفس الأجهزة بس هذه الأجهزة كلها أنا مو موجودة أصلا في العالم صحيح. مصنعة خصيصا لي بحجم أصغر حجم أصغر لما تشوف الأجهزة نفس أجهزة الجراح هي هي بس كوبي مصغر وتيوب صغير حجم القلم توصل لمكان إيه الضيق وتستخدم الاجهزه هذه في القطع نح ه هذا هذا بالنسبه لضيق القناه الوسطى بالنسبه للقنوات العصبيه نفس الفكره بالضبط بس هو انت ما تحتاج الى تقطع انت تحتاج <ديق> تحريك قناه توسعه اي تحتاج درل 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 من شويخ كم <applause> 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 <بس تصفيق> ملي ريشه 6 ملي بس طبي كذا صغير اي بس سريع جدا 10000 آه. ار بي ام اوه يعني يعني بداخل الجسم في دقيقه مم. ممكن يحرق اذا ما حطيت عليه ماء برد هذه هي الابتكارات شلون تخليه يبرد في تيوب صغير وين آه. يدخل الماي شلون يوصل الى جسمه شلون ان للدريل يكون وايد صغير نفس مال الجراحين بس صح. بس صغير وايد بس يكون وايد افكتف آه. فانت تحط تيوب اوكي الدريل تشوفه تحت الاشعه وتشوف القناه قاعده تتوسع جميل أوكي. دكتور بعد ما خرجت بس قبل اخر شيء <applause> الفرق انه لما احنا قاعد نسوي الشيء هذا المريض صاحي م. اوكي فعندك سيفتي صح لو أي جسد اي شيء البرد راح يقول لك ها ايش قاعد تسوي؟ عجيب طبعا اوكي آه. فهذا هذا الميزه ان انت المريض صاحي <applause> اوكي فرق الجراء مو بس بل إن الاجهزه وإن صغيره وانه ماكو ما شيء اوكي اول المريض صاحي هذا شيء ماكو بنج كلي فالكبير السن ما يحتاج ما يحتاج انه بشيء تقدر تسوي حق اي واحد حق صح. اي عمر ممكن ما يقدر ينام على بطنه مو لازم ينام على جنبه الاجراء ياخذ ربع ساعه العمليه تاخذ ثلاث اربع ساعات كل خمس ساعات المريض يطلع في نفس اليوم العمليه لازم يقعد في المستشفى اربع خمس ايام هذه كلها كوست ما شاء الله دكتور وفك. هذه نقله نقله نوعيه يعني اكيد هو الاشعه الداخليه كلها شيء نقلة بسيط النوعيه اوكي لا بسيط هو شوف انا بالنسبه لي بسيط انت انا, أنا, أنا, أنا احلم بهالموضوع يا جماعه ليش ليش يشقون يعني دكتور آه انا لما وصلت لي ليش طريق. اشتري دريل من شويخ اسولف فيه ثلاثة ايام <تصفيق> <تصفيق> انزين خلنا من هالسالفه الحين انا ابي اعتني بالعمود الفقري نعم عشان لا اوصل الى مرحله اني اسوي عمليات نعم وايد ناس قاعد تسمع اليوم لقائنا شنو تنصح نسمع انه والله قاعد عدل لا تشيل شيء ثقيل بس لا ايش بصحيح خلينا نتكلم اساسا مشاكل العمل الفقري هي مشاكل او المفاصل كل المفاصل العمل الفقري فقري مثلاً. انا اقول لك جسم الانسان مثل السياره اكو سياره تطلع من الوكاله بعد 10 سنين 15 سنه مثل ما هي لا طبعا انا أرد لك السؤال شلون تحافظ على سياره طالعه من الوكاله بحيث انها ما تخترب بعد 15 20 سنه سيرفيس, سيرفيس <تصفح> بعد سيرفيس وتصليح وتمشي فيها شوي شوي وبس شو. <تصفح> تعطيك زمن اكثر شويه بس مو هذه النقطة مهما حاولت مهما سويت انت ما راح تمنع شو اصلا الحين موضوع الآلام الظهر يقولون راح تبلش من عمر صغير خصوصا الحين مع التلفونات مع الايبادات الواحد كله دائما موجه راسه لتحت فالظهر انا جيت الكويت 96 اوكي طلعت 81 اوكي م. أول أدخلت هذا التخصص كله بسر سبع 97 ما ألقى على قولتش أول إبرة أوكي يعني قاعد أشرح حق المحاضرات والأطباء الجراحين وأن هذا علم جديد وما أدري شنو يطالعوني كنا جاي من المريخ إي شيء جديد علي قاعد يقول هذا صدق هذا والمرضى أقول لهم يعني في طرق صدق تبينون تطقنا إبرة في الظهر أنا أطيق يخافون يعني قبل صح أول سنة ثلاثة مرضى أوكي تخيل اول ثلاث مرضى الحين عدد المرضى اللي محتاجين الخدمه هذه ما بين 18 استشاري في القطاع الخاص وفي القطاع الحكومي بعد عشرة احنا كلنا مو كفّين، اوكي مريض يروح حق الجراح الجراح انا ما الومه انه يقول انه جراحه هو ما قاعد يكذب بس يعني هذه قدراته او هذا اللي يعرفه ما يعرف سوي علاج بالمنظار او بالاشعه التدخلي او بالاجهزه مالتنا. اوكي فيقول حق المريض يا اما علاج طبيعي وما تحسنت انا عندي خدمه الجراحه. اوكي ما يقدر يقول له والله انا اعطيك خدمه دكتور طارق او زملائه أنا لانه مو تخصصه فما الومه لما يقول خدمه الجراحه والجراحه مو غلط اوكي هي و... هي وسيله. زي زين اليوم هذا الجهاز اللي اللي ابتكرته دكتور طارق موجود عندك الان فقط للاسف. ليش؟, ليش للاسف؟ آه سويت آه ورشات عمل م. اوكي ودربت ناس وايد للاسف ان اللي اخذوا الجهاز والاختراع والطريقه هذه هم اللي جو الورشه من برا الكويت والحين طبقوها في عارض. دولهم برا الكويت وداخل الكويت الاردن آه مصر آه عده اطباء من مصر ويدعون لي عشان ان انا اروح اعلم واسوي ورشات انهم واعلمهم هم نفسهم اوكي هني شوي الاهتمام قليل انا اقول لك ليش في مشكله ما بين الحين الابر اوكي والجراحات انا في مجال في النص شويه اجرا من الابر اوكي واقل من الجراحه تعال قول حق اللي يعطي ابر دخل منظار ودرل وشق وخيط و... مو شق وخيط ودرل واحفر ووسع وانت ينبل عصب وش اسمه واذا احتمال تحوش العصب بس المريض صاحي تقول له هالكلام هذا لا يبا شو دخلني يعني باللويه هذه يعتبره هذا مخاطره؟ هو بالنسبه لي يعتبره مخاطره اوكي تروح أقول الجراح تقول له بسوي شيء يقول آه افتح بس, يعني الفكر نفس الجهاز او يسوي نفس الجهاز ويروح يشتغل بعيادته الخاصه ما عندي جا... اي احد اوكي انا هالجهاز ما راح اخذه معي اوكي يعني بعد عمر قصير وبعد طويل ما راح يدفيني بالقبر راح يفيدني بشيء وراح يفيد البشريه انا عندي مبدا اساس دائما اقول يعني الانسان في الحياه يقاس بما يتركه من بصمه من وراء بارك الله فيك اذا ما صراحة. في بصمه شو الفائده صحيح اوكي هذا ايش بسوي فيه اذا ما خليته بصمه م. اوكي عشان كذي هناك فرق لان سالت السؤال وين براءه الاختراع ما في براءه الاختراع بس يمكن هذا الموضوع هو اللي خلى بعض الاطباء او حتى الجراحين ممكن يكون ما عندهم اهتمام كبير في الجهاز او انه قد يكون عندهم تخيلات بسبب انه ما في براءه اختراع او غيره. بالعكس براءه الاختراع تخليك ان, إن تخلي المخترع اللي مثلاً عنده براءه اختراع يحتكر هذه الخدمه والجهاز صح. لمده 20 سنه. ما حد يقدر يستخدمه غيره. وإذا أحد يستخدمها أو يستخدم نقطة من أو أي جزء من الأجهزة اللي أنا مسويها وشفته عرفت انه اقدر انا احاسبه بس يشتري منك يقدر يشتغل يشتري مني اوكي بس لا كونه انه هو ليس ليس اختراع في في براءه هو ابتكار اي واحد يقدر ياخذ <applause> زين لو الحين دكتور الجراح يبي يستخدم هذا الجهاز نعم. شلون يسوي مثله؟ ما يقدر اذا بيسوي ياكل الحين قال لك دكتور طارق ساعدني لا لا ليش ساعد هاك بس جهاز واحد؟ لا لا في في يعني خمس ست اجهزه راحت برا الكويت بالكويت عندنا جهازين، جهازين لي. وليش ما تسوي بعد دكتور؟ يمكن هذا يساعد بالانتشار. حاليا يعني انا اقول لك اللي موجود حاليا في دكتوره بالرازي يعني مش ما شاء الله عليها ممتازه جدا. هي تخيل دكتوره كويتيه ومعروفه ما شاء الله عليها في قسم الاشعه التقليديه. منو شو اسمها؟ اوكي هي الوحيده اللي عندها اهتمام واشتغلت وهي اشتغلت معاي وطبقت التقنية في الرازي وقاعد تسويها اوكي هو موضوع جرأة واهتمام صحيح انا ما احتاج انا ما اقدر ابيع حق احد صح أوكي؟ انا لا شركة تجارية ولا هو باسمي ولا تقدر لا لو لا. تبي لا ما اقدر لان مو براءة اختراع مو, ب... مو براءة اختراع باسمي هذا ابتكار آه. اي واحد يروح يقدر يصوره يسوي مثله ما تقدر تسوي؟ شلون؟ اقدر اسوي براءة اختراع بالضبط اي بس شو عشان الفلوس؟ اللي اقصده انه بامكانك م. لكن انت مترفع عن هذا الموضوع اي هذا هذا اول شيء موضوع طويل اوكي ثانيا الهدف من هذا 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 مه الامريكي انه اي شوف بامريكا ماكو شيء ينصنع اذا ما يطلع فلوس حتى لو يفيد البشريه حتى لو يفيد البشريه صحيح. في عده طرق عندنا موجوده احنا نستخدمها من اوروبا لا تستخدم في في امريكا مثل جهاز الاوزون غاز الاوزون جد معروف جدا للجسم. صحيح لل في امريكا ممنوع ليش؟ لانه ما اخذ براءه اختراع فما في اف دي اي ابروفل ليش ما يصنعون يطلعون براءه اختراع؟ لانه ما في فلوس لانه عباره عن جهاز دخل فيه الاكسجين يطلع لك غاز الاوزون آه. لا يمكن تربح منه اي شيء يسوونه شفت الاجهزه اللي انا اسويها هذه اللي يسوونها بامريكا راح يخلون كل ملقط تسويه يكون شيء اسمه ديسبوزبل تاخذ قطه لمره واحده صحيح عشان يكون في تجاره بهذا الموضوع طيب دكتور اذا عندك كله حديد وتحطه مره ثانيه تعقم وتحطه مره ما في اي استهلاك ما في اي تكلفه <applause> طيب دكتور يمكن في موضوع الحين يعني صاير في اثاره جدل في عند المجتمع الكويتي بالاخص البنات لبعض الحالات اللي ممكن هي طلعت تكلمت في مشاكل حصلت لهم بما يخص موضوع ماده الفلر اللي ممكن اغلب البنات قاعد يلجؤوا لها انت نصحت البنات انه يبتعدون عنها ولا هذا موضوع <applause> أنت شوفي يعني قاعد تفتحون مواضيع اوكي شويه حرجه لان تخصصات ثانيه كاني قاعد أهاجم لا اهاجمهم لكن للاسف يمكن الترند يمكن الموضه يمكن الطلب خلى ان في استخدامات خطا لمواد معروفه طبيا اوكي وللاسف ان كون أنه الطلب من البنات على فيلر الفيلر هي ماده اسمها هيلورونيك اسيد وللأسف اسمع كثير ان شيء اسمه حمض فواكه مؤقت ماكو شيء حمض فواكه مؤقت ما ماكو هيلورونيك اسيد وماكو فيلر مؤقت يونسونهم بالكلام كلام حمض فواكه أكي. أنا عبارة ما نعرف من وين يسر كلمة ما هذا ما ماكو هي ماده صناعيه اوكي الهيلورونيك اسيد هذه لما تدش الجسم اوكي ما ما شيء اسمه تطلع منه صنعت عشان تستخدم للخطوط الثقيله في البوتكس حق الخطوط الخفيفة، الفيلر حق الخطوط الثقيلة اللي آه الخط هذا فقط. شلون تحولت ان الفيلر حقد يترس وجنات مم يترس حنج <applause> يترس عفوا منطقة الصدر، منطقة الخلفية، اوكي؟ شلون تحولت تنحط كميات بالكيلوات؟ اوكي؟ هذا كله يعتبر خطأ طبي. بس انتقدوك يا دكتور اهمال طبي قد قد يكون انتقادهم لك لان انت مو متخصص يقولون يعني انت كدكتور مو متخصص في هذا المجال ليش انت تحكم علينا كانك انا ما أنا, انا ما قاعد احكم احد انا قاعد اقول هذه شوف اي شيء اتكلم انا انت عارفه لا لا ما مو عارفه أنا موجود في واقع في الكتب الطبيه ها ها. اوكي اي يعني شخص قاري وفاهمه اي شخص اي شخص يقدر يقرا طبيب م. او غير طبيب مبادئ الطب يعني متى يعني نتكلم بس نرجع للظهر اوكي متى المريض تسوي له علاج طبيعي متى تعطي ادويه متى تعطي ابره عاديه قالت الزميله ومتى تسوي له ابره تدخل جراحه تدخل الدكتور طارق سنان ومتى تسوي له جراحه متى متى السوق مليان كل واحد عنده يقول الزود عندي اي صحيح يحكم الطب بالكتب اي واحد ي عنده الام حاده شديده مهما كانت لو يصارخ من س... واحد جاي يعني من خمسة ايام بإسعاف. اوكي. بيموت، اوكي. عنده ديسك بنبط ونفجر ونازل طاق عصب عصب ريوله. اوكي. مم. راح خمس اطباء عملية الحين، عملية الحين، عملية شل يعني. دكتور الحين أس... اساس الطب يقول لك اي الم حاد اول ست اسابيع لا يعني شيء. اذا ما كان فيه هناك ضعف في الاعصاب. آه. فقط انا ما كلمته قلت له ارفع ريلك كذي، ارفع رجلك كذي. ايش صار لك؟ خمسة ايام. عادي. ايه. <applause> مسكر. هو مسكين يبكي. مسكر. ايه. اقلب على ظهرك. الابره اللي تقولينها لها ابره الظهر هي تختلف طبعا <applause> عن ابره ظهر الولاده، ابره ظهر الولاده تدخل داخل نخاع. صحيح. علشان تسبب شلل مؤقت حشو الولاده، الحين الابره احنا نعطيها عشان تزيل الم الظهر. آه. لا يمكن الضر منطقه بعيده عن نخاع الشك نعم. <applause> اعطيته مجرد ابره كورتيزون عاديه بالعياده. <applause> بعد خمس ايام. ابره الكورتيزون ما فيها مشكله في موضوع. ما فيها مشكله. ما فيها مشكلة. دائما هذا مفهوم خطا انه والله طبعًا. لا تعطيني شو امتن عشان أنت يقول لك تاخذ كل يوم لمده ست اشهر تصدق انت دكتور مريح يعني اي لا لا أنا أنا عندي الام بالظهر راح يعني انا, أنا لا مو مساله مريح انا اقول لك هذا الكتب تقول يعني ست اسابيع عنده ديسك بنفجر يصارخ ما صارخ الكتب يقول لا تجي لا تسوي له شيء ميجر لا تسوي له عمليه لا تسوي له تدخل حتى مالك انا شغلي انا لا اسوي له اها اوكي عطى مسكن اذا هو الامه مثلا متوسطه وصار له اسبوع عطى مسكن وعلاج طبيعي لمده ست اسابيع ولا تسوي له اشعه ولا تسوي له رني عجيب هذا الكتب تقول صحيح بعد ست اسابيع اذا ياك صار زين 90 90% ب... راح يصيرون زينين اي ما شاء الله يظل 10% من 10% اللي يقولك بعد اسابيع يسوي له رنين مغناطيسي تشوف شنو المشكله تدرج معه تختلف يختلف ما عنده ضعف بالاعصاب صحيح تعطيه برب العاده صحيح okay. Okay. يطوف اسبوعين ما ما استفاد سوي له تدخل بسيط ما استفاد وعنده عوار خفيف 30 40% وما استفاد من شغلي دكتور احنا من ما قاعد نسولف عن عوار ظهر راح س... راح عوار ظهر حاليا لان الواحد يتبرمج عليه <applause> اخر شيء ما أستفاد, ما, استفاد. ما استفاد هل يروح يسوي جراحه لانه ما استفاد؟ لا طبعا لا الكتب الطبيه تقول ما احد يسوي جراحه الا اذا عنده في الاعصاب، الالم ليس سبب له. وين هالكلام هذا كله موجود في الكتب والتدرج هذا موجود أكيد. مو من عند دكتور أوه. طرز. اكيد صحيح، طيب دكتور يمكن شفنا من في بدايه اللقاء يعني حضرتك عندك هوايات تمارسها في حياتك بعيدا عن الجانب الطبي وما شاء الله يعني حداق عود مثل ما يقولون. الله يسلمك، شلون قاعد توازن؟ ما بين هواياتك وما بين مجال الطب اللي انا اشوفه بصراحه كبير وياخذ الوقت. شوفي انا مثل ما قلت الطب بالنسبه لي ليست فقط مهنه هي خدمه هي سيرفيس هي استخدام المخ لما بعد النجاح. والحداق. <applause> وانا <applause> قاعد اقول فما بعد النجاح لازم الواحد يفكر شلون يسوي انجازات يسوي ابداعات <applause> بس هذا كله يحتاج الى بريك. صح اي شيء يحتاج الى بريك عشان الواحد لما يصير عنده راحه او بعيد تماما يشيل مخه من الموضوع هذا يجي بطريقه فرشه، واحد ماخذ اجازه اشتغل ستة اشهر اخذ اجازه, إجازة شهريه يجدد هذا انا دكتور قاعد تخيل الان انت قاعد توصل العمود الفقري فموضوع تشكل اليم وتحذف الغيط هذا موضوع سهل الحداقة هذا قبل انا انا هوايتي الاساسيه هي الغوص اي اخر اخر دادي. اخر مره متى غصت؟ اخر مره غص يمكن من اربع سنين بعمان انا ايه. اروح اروح عمان اغوص اللي يبي لك سفاري معنا يعني <applause> يعني. حاضر تشرف يعني طول اي هوايه مو بس يعني مثلا احب الرياضه الحداق شو أه اسمه من كنت صغير كنت العب كره يعني انا في كل كليه كليه الطب في ايرلندا كنت العب بالدوري الدرجه الاولى فعرضوا علي أن اصير بروفيشنال هيد الطب ايه اوكي والله فكرت صديق كان وايد وايد فلوس ابرك ابرك بالفلوس الحين والله والله كنت قاعد اوازي بالامر فالرياضه هوايه القوس هوايه الحداقه هوايه هي فقط يعني الفكره من هذه تنظف الكمبيوتر صح تسوي ريست حق الكمبيوتر صح لازم اوكي عشان الكمبيوتر لا يصير عليه اوفر لود اوكي وينفجر صح كلام طبعا اكيد وصلت لي معلومه يقولون ما عندك دشداشه بالبيت. لا ما عندي. ما عندك. <applause> <applause> ما. 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 يقولوا لي بالاعياد ما اذا ما عندي دشداشه بالاعياد يعني يا البس هذا لابسه شيء ما البس <applause> شيء. بس لبسته وانت صغير. صغير. صغير اعتقد يوم انا عمري 17 سنه لبسوا لي غصبا عني اذكر <applause> أي صور قديمه اشوف انه عندي شيء بس انا من انا طلعت من الكويت عمري 17 سنه رحت بعثه. اي ما شاء الله. من رحت بعثه عمري 17 سنه يعني ما وبعد قعدت فتره طويله برا الكويت. <applause> فما لبست دجداشة وعمري ما رديت لكويتس دجداشة بس الحين أنا اعتقد في جدنا الحين شوف أيه؟ الوسيم هذا ما يدري انا ليش لابس كبوس مختار من شعره قالوا لي تسوي لقاء معاه هذا شعره قد ما البس كبوس اخش ما عندي شعر شوف البدله اصبحت يعني شيء اذا تلبسها بكرافته وهذا أيه رسمي في الرسميات انا البس بدله مع كرافته بس او بالعكس يمكن امر مقبول الان كثير من الشخصيات الكويتيه ما تلبس دشداشة عمرنا ما شفناه عم. كل حالاتك دكتور منور طال عمرك أه كل الفخر صراحه لكل من يشاهد الان دكتور طارق سنان وهو يعني يتكلم بهذه الثقافه ثقافه تطوير الطب وتطوير هذا العلم اللي احنا محتاجينه صراحه محتاجينه لنا ولي خلينا نقول اهلنا الكبار وان شاء الله مم. في المستقبل بعد ما تدري نحتاج يوم الايام عبرة ولا درن <applause> يعني هذا هذا التطور مهم للانسانيه وللمجتمع سواء المجتمع الكويتي او العالمي بشكل عام صحيح شكرا لك دكتور حياك الله نورتنا اليوم اذا راح نروح لآخر فقراتنا اليوم في عسيف من بعد هذا الفاصل بدايتنا سنة